اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجنا من الجامعه. النهارده بنتكلم على كليه الاداب قسم الاعلام على وجه التحديد. بنعرف هذا القسم وبنعرف يعني ايه قسم الاعلام داخل كليه الاداب، وبنشوف قد ايه هذا القسم له اهميه كبيره جدا داخل جامعه عين شمس. اسمحوا لي اعزائي المشاهدين نبدا حلقتنا النهارده مع الاستاذه دينا يحيى الدكتوره المتميزه في قسم الاعلام بالاذاعه والتلفزيون داخل جامعه عين شمس. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكم، اهلا بيكم في الجامعه واهلا بيكم في قسم الاعلام وكليه الاداب. دكتوره دينا كل سنه وحضرتك طيبه، وبدايه الاعلام له يعني اهداف كثيره، يمكن كليه الاداب قسم متخصص داخلها بيخاطب الاعلام او بيحضر لعدد كبير من طلابها للوسط الاعلامي بيعني الكثير. اولا استراتيجيه الكليه للاتجاه الى عمق الاعلام المصري، ماذا عنها؟ اولا كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير ورمضان كريم. حضرتك بتتكلم على إعداد جيل من إعلاميين عن طريق دراسة أكاديمية متخصصة، بنهيئ الطالب اللي داخل إعلام أنه يكون إعلامي متميز واعي بقضايا مجتمعه، ده أولا. ثانيا مجيد لاستخدام أدواته المهنية في الإعلام، عارف يعني إيه أخلاقيات إعلام، عارف يعني إيه ميثاق شرف، عارف يعني إيه يميز وينتقي المادة الإعلامية، وده أهم بيتهيألي الاحتياجات اللي احنا محتاجينها حاليا في تطوير الإعلام المصري. دكتورة دينا، يمكن الإذاعة والتلفزيون قسم على درجة كبيرة من الأهمية، هذا القسم ماذا يشكل في ميديا الإعلام خاصة في هذه الفترة؟ هو طبعا الإذاعة والتلفزيون بالنسبة لنا كمجتمع من أهم وسائل الاتصال، يعني خلينا نقول إنه إحنا طبعا الصحافة وإن كانت الأقدم، لكن في نسبة كبيرة من المجتمع ما بين الأمية وما بين ترك القراءة إحنا يعني بيبقى الأسهل لينا التعرض للميديا المسموعة والمرئية. حتى مع دخول النيو ميديا لوقتنا ولحياتنا، برضو ما زال الإذاعة والتلفزيون بيحتلوا في حياتنا كتير بحكم الميراث، بحكم التراث بتاعنا كمجتمع. يعني الإذاعة والتلفزيون احنا بنعتبرهم دايما، حتى لما بنقول إعلام معرفش دايما على طول الأذهان بتروح يقولك ده تلفزيون ده الإذاعة، فهم أهم وسيلتين احنا بنخاطب منهم قطاع كبير جدا من الجماهير من خلال وسيلتين تقريبا بيمتلكهم كل الشعب المصري. مش هنقدر نقول انهم يعني في حد النهاردة ما عندوش إذاعة، انه مجاني كمان يا فندم. نعم مجاني، بالظبط كده، فهم في متناول ايدي الجميع. عندنا فائض طبعا وفيض من القنوات والمحطات الاذاعيه والقنوات الفضائيه، فاحنا امام ميديا متسعه لكل الفئات ولكل الاعمار ولكل الفئات الاقتصاديه والاجتماعيه والشرائح، فبالتاكيد احنا بنحطها في بؤره الاهتمام دايما، وبنسعى دايما لتطوير اللي جاي فيها عن طريق تهيئة طالب إعلام المتخصص في الإذاعة والتلفزيون إنه يكون على طول مساير إيه المتغيرات اللي موجودة في مجتمعه، إيه الجديد اللي نشأ على الفئات المختلفة سواء كان أطفال أو شباب أو مرأة أو رجال أو كبار السن، على طول يبقى فيه تطوير للمعلومة عن الجمهور المستهدف بالبرامج، وبالتالي يبقى فيه إعداد جيد للبرنامج ووصول للرسالة، وهو ده هدف أي إعلامي إنه يقدر يوصل رسالته. يعني دكتورة دينا اسمحي لي، الهدف دائما عند دخول كلية الآداب يمكن لعدد كبير جدا من الطلاب أعلى قسم وأكثر قسم له رغبة كبيرة جدا للدخول هو قسم الإعلام، يمكن علشان الميديا، يمكن علشان الشهرة اللي عدد كبير من الطلاب والطالبات بيسعوا إليها، وده شيء مش وحش، لكن اسمحي لي كيف يمهد هذا القسم استقبال هؤلاء الطلاب برغباتهم الملحة بالفعل، ولكن هناك تفاوت كبير جدا في الإمكانات وفي القدرات، كيف ينتخب وينتقي هذا القسم طلابه وعلى أي أساس؟ هو طبعا حضرتك يعني بداية بنقول يعني دوافع للالتحاق بالقسم عند الطلبة زي ما حضرتك ذكرت انه باب الشهرة والاضواء وانه يبقى بيخاطب الجماهير من خلال ميديا معروفة ومعروف للناس، ده باب او دافع قوي جدا عند كتير من طلابنا، لكن برضو لا نغفل ان في كتير جدا من الطلاب الملتحقين بقسم الاعلام بيبقى عنده اصلا موهبة اعلامية وبيبقى عنده هواية في الكتابة او في التواصل،
فاحنا برضو يعني بنحط ده محل الاعتبار. بالنسبه لانا باخد الطالب ازاي، طبعا احنا كجامعه عين شمس بيبقى في تنسيق، مكتب تنسيق، لكن بنشترط شرط اللغات انه الاعلامي من المفترض انه يكون مجيد للغه العربيه الانجليزيه. لما بيدخل القسم وبيتم قبوله بيتم تهيئته في سنه اولى بمجموعه كبيره جدا من المواد اللي بنقول عليها مواد عامه، ممكن يدرس سياسه، ممكن يدرس اقتصاد، ممكن يدرس علم نفس، يدرس تاريخ، يدرس قضايا متعدده في كثير من النواحي، بحيث انها تهيئه او تصنع لديه خلفيه متميزه يستطيع على اساسها انه بعد كده يبقى بسهوله بيستخدم ادواته الاعلاميه في التواصل مع الجمهور. بعد التخصص طبعا كل مجال وليه ادواته، الكتابه في الصحافه والاذاعه والتلفزيون، التوجه للجمهور بالكلمه والصوره، طبعا هم الحقيقه بيتم تهيئتهم بقى من خلال مجموعه كبيره جدا من البرامج العلميه المتخصصه العمليه اللي هي فيها التدريب العملي وفيها مشروعات التخرج. والحقيقه الطلبه عندنا يعني بدون تحيز ليهم ما شاء الله بيستطيعوا انهم يحققوا مشروعات تخرج على مستوى عالي جدا وبتنافس يعني في الاعلام بتاعنا. هنتكلم شويه عن التخرج، لكن قبل التخرج بنقول كيف يعد القسم امكاناته المختلفه لاستقبال الوافدين من الطلاب، خصوصا ان الثانويه العامه يعني خلاص بتنهي خلاص امتحاناتها. الرغبات هنا للطلبه والمجموع هو المتحدث. اسمحي لي، كيف يعد القسم امكاناته للطلاب وما هي اهم ما يوفره القسم لطلابه؟ هو القسم بداية طبعا بيوفر للطلاب انه في ستاف بيدرس متخصص، في مجموعة من الخبراء الاعلاميين الممارسين في مجالات الاعلام المختلفة بتقوم بتدريب الطلبة هنا على مستوى عالي جدا، في بعض الامكانيات الخاصة بالاذاعة بالتلفزيون الصحافة، بيعملوا بنوصل في الاخر انهم بيصنعوا مجلات كاملة بيستطيع الطالب انه يصنعها وبتطبع في مطابع الجامعه. الجامعه الحقيقه بتوفر كل ما تستطيع من امكانيات لطلاب الاعلام عندنا، وزي ما بقول لحضرتك هو الطالب بيبتدي يبقى عنده تطوير في امكانياته وفي موهبته بحيث انه هو باقل الامكانيات بيستطيع ان يصنع عمل متميز. ماذا عن الاستوديوهات؟ ماذا عن كاميرات التصوير؟ عن ماكينات المونتاج؟ ماذا عن هذه المحتويات؟ هو في وحدة الحقيقة خاصة بالعمل الإعلامي تبع للقسم وتبع للكلية، بيستطيع الطالب عن طريقها إنه يستخدم معدات ويقوم بعملية المونتاج. دكتورة، نعود إلى المشاريع، ويمكن هو المقياس الفعلي لما حصله الطالب خلال فترة دراسته، ويمكن في بعض المشاريع بتنفذ في منتصف الطريق الدراسي. اسمحي لي، ماذا يعني المشروع وماذا يقدم للساحة الإعلامية من وجهة نظري؟ الحقيقة نقطة المشروع يمكن أنا بعتبرها أول ثمرة حقيقية بيستطيع الطالب إن هو يقدمها لنفسه أولا ثم للآخرين. المنتج الإعلامي الكامل لما تم الحصول عليه من مهارات وإمكانيات وتطوير واكتساب لمعلومات واكتساب لمعارف وتريننج تدريب متواصل على المهارات الإعلامية، بيستطيع في آخر سنة إنه هو يبلورها ويقدمها لينا كثمرة إنتاج. احنا بالحقيقة بنحس دايما يوم مهرجان المشاريع إن احنا بنجني ثمار العام في كل التخصصات، الصحافة، الإذاعة والتلفزيون، العلاقات العامة والإعلان. الحقيقة هم كل سنة الطلبة عندنا بينتجوا مجموعة من البرامج الحقيقة على مستوى عالي جدا، فيها تنوع كبير جدا للقضايا المجتمعية، فيها قدر من الوعي بقضايا المجتمع وتطور هذه القضايا واحتياجات المجتمع، وهو ده الحقيقة اللي احنا بنحاول انه طالب إعلام يخرج مكتسبه من الكلية. يمكن حتى لو ما اكتسبش المهارة الكاملة في انه يعد ويخرج ويقدم برنامج تقنيا 100%، لكن اهم من ده كله ان هو يقدر ينتقي القضيه، يعرف زاويه التناول بتاعه تبقى ازاي، العلاج للقضيه دي يبقى ازاي، ايه اهم الاماكن اللي المفروض تخدم قضيته لو هينزل يصور فيها، مين قطاع الجمهور اللي هو بيتوجه ليه. هي دي الحاجات الحقيقيه اللي بيبقى ما
مشروع تخرج بيبروزها فعلا وبيعكس حالة من وعي الطالب بقى بكل التصور ده للعمل فيما بعد إن شاء الله. فريق العمل بيبقى مجموعة متداخلة متضافرة من الطلاب للوصول إلى هذا العمل، البعض مخرج، البعض مونتير، البعض مصور، إضاءة، مقدم، العديد من العناصر. هل بيتم تقسيم هذه العناصر داخل الأقسام في تلك الوحدة أو في ذلك القسم الخاص بالإذاعة والتلفزيون، ولا مفروض أن الطالب يحيط علما بكل هذه الأشياء ويتخصص في الحياة كيفما يريد أن يتخصص وكيفما ترسي به مركب الحياة أو مركب المستقبل معه؟ هو الحقيقة حضرتك أثرت نقطة يعني جميلة جدا، هي نقطة التخصص الدقيق جوه تخصص الإذاعة والتلفزيون أو الصحافة أو العلاقات. لكن الحقيقة احنا ما وصلناش لسه لهذه النقطة ان يبقى في قسم للتصوير أو شعبة للتصوير، شعبة للإخراج، شعبة للمونتاج. احنا الحقيقة بنعتمد على شيء مهم جدا في مشاريع التخرج وهي العمل الجماعي بشكل في نوع من الانصهار، جروب بالكامل، المجموعة بالكامل بتعرف كل حاجة عن مشروعها، بتدرس كل حاجة عن مشروعها من بداية من الفكرة لغاية الخروج لحيز المشاهدة أو التلقي من جانب الجمهور. المراحل دي الحقيقة الكل بيشارك فيها، ولكن هم بينهم بين بعض بيبتدي يبقى فيه تقسيم للمجموعة اللي بتقوم بالعمل بحيث ان يبقى فيه بعض بيصور، بعض بيخرج، بعض بيكتب، بعض بيقدم. لكن ده ما ينفيش ابدا ان الكل على وعي بكل مهام البرنامج اللي هم بيقدموه. مسألة التخصص الدقيق يمكن وان كانت ليها فايدة كبيرة في اني اكون على عمق ودراية عميقة بناحية معينة من نواحي العمل الاعلامي، الا ان الحقيقة برضو على الجانب الاخر العمل الجماعي بهذا الاسلوب بيمكن الطالب من ان هو يعرف كل المهام اللي داخله ويبقى على دراية بكل المهام اللي داخله في برنامجه بقدر كافي. وده يعني بنشوف احنا انه في العمل الاكاديمي العمل الاعلامي ما هياش مهمة شخص، دايما هي مهمة مجموعة، والبرنامج ما بينجحوش شخص وإنما دايما المجموعة هي اللي بتنجح. لكن العالم اتجه دلوقتي إلى نوع من التخصص دكتورة دينا، ويمكن هذا الهدف بيخلينا دايما نتساءل عن مجموعة البرامج، الدورات التدريبية اللي بيلحق بها الطالب أثناء دراسته وبعد تخرجه. هل هذا ما تكمل الجانب الخاص بالتخصص؟ هل هناك دورات تخصصه في مجال التقديم مثلا، في مجال الإخراج كلية، المونتاج، الإضاءة، الصوت؟ هناك عوالم كثيرة في ميديا الإعلام. وانا احب بس ان انا اوضح لحضرتك انه كل مجالات التخصص اللي حضرتك ذكرتها موجودة جوه التدريب الاكاديمي اللي هو بيدرس كمواد، يعني هو بيدرس الاخراج كمادة وعنده التطبيق عليها عملي وبيحاسب عليها بامتحان وبدرجات، يعني هي جوه الكورس الاكاديمي اللي بياخده. فاعتقد ان مساله الحصول على دورات او كورسز هي مساله تكميليه، مساله تدعيميه، وان كان الاصل والاساس هو بيحصل عليه. انا يعني استطيع ان انا اقول لحضرتك انه بكفايه كامله في كل نواحي التخصص في كل وفي الثلاث شعب عندنا. نتكلم على المنتج النهائي، كيف يلتحق هذا المنتج بسوق العمل من وجهة نظرك؟ سوق العمل المتواجد حاليا في مصر هي الإذاعة الحكومية الرسمية، ثم تأتي بعد ذلك القنوات الفضائية المتخصصة سواء كانت إذاعية أو تلفزيونية. سوق العمل المصري ماذا عنه، وهل يحتوي هذا الكم من الطلاب، خصوصا هناك عدة كليات تنافس أيضا، كليات كاملة وليست أقسام، وده يمكن أن نتكلم عن هذا الأمر. اسمحي لي، كيف يعني تجهز الجامعة أو الكلية هؤلاء الطلاب لسوق العمل، وهل سوق العمل يقبل كل هؤلاء الطلاب ولا إيه بالضبط؟ هو الحقيقة يعني حضرتك بتثير نقطة احنا يمكن مش في مجال الإعلام فقط بنواجهها، ولأن احنا كمجتمع عموما في كل مجالات حياتنا احنا عندنا في اشكالية خاصة بسوق العمل وفائض المنتج من الطلبة اللي المفروض انهم يلتحقوا بهذا السوق. لكن الحقيقة برضو خلينا نكون يعني محقين لو قلنا ان التميز بيفرض نفسه في الالتحاق بسوق العمل، وده ما يجب ان يكون. يعني التميز بعد الخبره يا فندم، لكن بدايه العمل هو باب مفتوح للجميع، التميز بعد ذلك للارتقاء. كمان انا النهارده لو في سوق العمل عندي يعني مجموعه معينه، احنا صحيح عندنا ما شاء الله فائض من القنوات والمحطات والصحف، وده زاد عددهم كتير جدا ويستوعب كتير جدا من طلبه اعلام من كل التخصصات وفي كل الكليات والاقسام.
لكن إذا فرضنا إن أنا عندي النهاردة الطالب كعدد طلبة أكبر من احتياج سوق العمل، فأنا في سوق العمل علي برضو إن أنا أنتقي من تتوفر له الخبرة، مش هقول الخبرة العملية وإنما المهارة، الإجادة، التميز. لأن الحقيقة الإعلام أنا بعتبره ما هوش مجرد إن واحد يدرس أكاديمي فهو يصبح إعلامي متميز، ليه مقومات أخرى خاصة بالشخصية، ليه مقومات أخرى خاصة بالأفق الواعي، بالفكر اللي بيتميز به صاحب هذه الشخصية، كيف يتوجه للجمهور، قدرته على التواصل، قدرته على يعني الإيفاء أو استيفاء طلبات أو احتياجات جمهوره، انه يحقق لجمهوره اشباع معين او احتياج معين. كل دي بتحتاج يعني مقومات شخصيه ايضا الى جانب الدراسه الاكاديميه. اسمحي لي يا دكتوره، الاختراق للوسط الاعلامي حرفيه يعني وقدره رائعه يمكن في الخارج بتحدث. في مصرنا دائما نقول الطريق الشرعي والقناه الشرعيه للدخول هو من بوابه رئيس القناه او صاحب هذه القناه، او حتى الدخول في اختبارات للاذاعه والتلفزيون في التلفزيون المصري. في الخارج لا نجد هذا. الخارج عندما يريد الطلبة أن يفعلوا شيء أو الخريج أن يفعل شيء، هناك عدة مكاتب كبيرة للإنتاج الإعلامي، وهذا هو العمل الجماعي والتضافر اللي بيؤدي إلى وجود خبرات جديدة، مواهب جديدة على الساحة. هناك عدد كبير من الشباب بيبدأ حياته في إنتاج برنامج معين، يضع فيه كل طاقته، يستقطب رجال أعمال، يأتي بميزانية، يأخذ سلفة، قرض من البنك، قرض من أي مكان، ثم يبدأ عمله الإعلامي ويقدمه. من هنا تبدأ رسالته. وجدنا في الفترة السابقة عدد كبير من الإعلاميين اللي ظهروا على الساحة، كل من عن اليوتيوب، كل من على رسائل بسيطة وكلمات بسيطة جمعت عدد كبير من المشاهدين. هذا الجانب هل يمكن لنا أن نفكر فيه التفكير خارج الصندوق بشكل جديد يفيد الوسط الإعلامي؟ الحقيقة حضرتك بتطرح نقطة هي فرض نفسها على الساحة، مسألة النيو ميديا، وجود قنوات زي اليوتيوب أو غيرها من الصفحات حتى الشخصية، وإمكانية أن أنا أصنع برنامج كامل وأذيعه أو أقدمه لجمهوري، وما يسمى اليوم بصحافة المواطن إذا صح هذا التعبير، يعني أن احنا نقول أن المواطن أصبح مصدر، ما بقاش مجرد مستقبل فقط. وإن كان هذه القضية قضية جدلية شوية، لأنه إحنا النهاردة برضو في بعض العيوب بتقع على عاتق هذا الجانب، إن كان بيفتح باب زي ما حضرتك قلت باب متسع للجميع إنه يعني يصدر ويكون مصدر لرسائله للجمهور بدون أي قيود أو بوابات رسمية، ودي مشكلة تانية كبيرة. هو في الجانب الآخر زي ما قلت لحضرتك في مجموعة من العيوب بتشوب هذا هذه السمة، يعني إنه بيستطيع أي حد إنه يقول أي حاجة في أي وقت للناس، وده ما هوش يعني ما هوش دائما مصدر لشيء جيد بالنسبه للمجتمع. مجال للاشاعات ومجال للاشياء الخطره. حضرتك اشرت انه يكون في قناه ويكون في بوابه شرعيه وبوابه رسميه للدخول منها، مش هقول ان انا بعتبرها قيد على قد ما انا بعتبرها نوع من تنظيم هذا العمل، لانه عمل يمثل خطوره على فكر مجتمع وعلى وعيه وعلى احساسه بقضاياه واحساسه. لكن فكر اختراق هذه الكيانات الاعلاميه بيحتاج الى نوع من المصابره، مش كل اللي بيتخرج بيخش هذه القنوات، خصوصا ان العدد هو سمه الغالبه، لا يستطيع ميزانيه او ميزانيه يعني قناه معينه احتواء عدد كبير من الشباب، هي بتنتخب البعض منه وبتاخد هذه الشباب وتدربهم. هؤلاء الشباب ياتون اما عن طريق المعرفه او عن طريق أي شيء آخر لبقاء عدد كبير من النجوم على الشاشات، ويمكن هؤلاء النجوم ينتقلوا من شاشة إلى أخرى. عنصر المنافسة أصبح ضعيف على المستوى الجديد، ولكن من يخترق ومن يقدم نفسه ومن يفرض وجوده على الساحة أقل جدا بالنسبة لعدد المطروح من النجوم. يمكن هذه المشكلة الجامعة ساعات بتواجهها برضو بنوع آخر من أساليب المواجهة، نحن نعمل زي معارض التوظيف، نعمل مهرجان لمشاريع التخرج لطلابنا، بيحضروا كم كبير من قيادات العمل الإعلامي، بيحضروا كم كبير من الصحفيين المتمرسين والإعلاميين المتمرسين، بحيث أنه هو برضو يبقى في رؤية
للجيل اللي طالع ده، هل هو يعني متميز بالقدر الكافي او لا؟ يمكن الانتقاء من هؤلاء للتقدم لوظائف معينة، يبقى في مؤشر جيد من الجامعة، او يعني نقدر نقول دعم للطالب بتاعها. وفي الوقت نفسه زي ما قلت لحضرتك، التميز برضه بيفرض نفسه. يعني النهارده فعلا سوق العمل لا يحتمل كل هذه الاعداد قد يكون، ولكن انا لو كان عندي فرصه للانتقاء، هذا افضل بالنسبه لمجال الاعلام بالتحديد عن ما يكون عندي في قصور ومضطره ان انا اخد كل الخريجين ليعملوا في مجالات الاعلام ايا كانت كفاءتهم وايا كان تميزهم. دكتورة دين، احنا خدنا حضرتك من الكنترول، ويمكن ده مهمة كبيرة جدا، وشايفين قد ايه الطلبة يا عيني حاطين ايديهم على قلبهم. قولي لي اولا ملامح النتيجة ايه، وايه اللي شايفاه من الدفعة الجديدة اللي داخلة او اللي خارجة ان شاء الله من الكلية لسوق العمل؟ والله انا بحس ان يعني طلبة اعلام، واحنا حتى كستاف في هذا المجال، احنا مسألة النتائج يعني مش ما بتكونش مؤرقة لينا قوي، لان الحقيقة الطالب بيبقى عارف نفسه هو هيعمل ايه بالظبط. يعني من كتر ما احنا عندنا الجانب العملي متواجد جدا، هو بيبقى داخل النظري وعارف هيعمل ايه بالظبط. يعني و انا معلش يعني يمكن تكون شهادتي مجروحه في قصه انه المناهج الاعلاميه عموما مناهج محببه جدا، لطيفه، ما هياش المناهج الثقيله اللي الطالب بيعاني من ثقلها وبيحفظ وبيبقى مش عارف يتصرف ازاي في الماده. هي مناهج كلها متطوره، ماسه جدا بالحياه ومجالاتها والدنيا اللي هو عايشها. فانا بتصور دايما ان طلابنا بيبقوا يعني في حاله هدوء ايام الامتحانات وايام النتيجه، حتى لو في قلق هو اقل نسبيا بكتير جدا من كليات اخرى. شايفه ملامح نتيجه يعني ان شاء الله ابتدت تتبلور، وخير باذن الله، نتيجه مبشره، وانا متحيزه لطلابنا. يعني الحمد لله هم طلاب متميزين. يعني دكتوره الفيصل في الدرجات او في العمل في سوق العمل، هل هو الدرجات النهائيه، هل هي التقديرات من وجهه نظرك، خصوصا ان عدد كبير من الطلبه بينافس على شيء مهم جدا، ان يصبح معيدا داخل هذا القسم؟ هو طبعا بالنسبة للعمل الأكاديمي ما زلنا يعني في إطار أنه بينتقى الأكثر بالنسبة للدرجات بالنسبة للمجموع. لكن الحقيقة أنا يعني بحب أضيف أنه ممكن جدا الواحد بيتعين كمعيد، لكن علشان أقول أنه هيصبح معلم متميز لازم يكمل جنب الدرجات حاجات كتير قوي، لازم يكمل شخصيته، لازم يكمل ثقافته، لازم يكمل معرفته وقربه من طلابه، لازم في اشياء كتير قوي تكمل شخصية المعلم. زي ما كنا بنتكلم على انه شخصية الاعلامي مش بس انه تخرج معاه ليسانس او بكالوريوس من احد اقسام او كليات الجامعة، وانما لازم شخصية تكون واعية بمتطلبات وقضايا مجتمعه. فيعني نرجو طبعا من كل ولادنا يعني انه ان شاء الله الاجيال اللي طالعه كمعيدين وينضموا لنا كزملاء في الاستاف، انه دايما يحط في باله انه مش بس الدرجات كانت يعني مرحله وصلنا بيها ان احنا نكون معيد، وان انا هبدا رحله بقى من نوع اخر تختلف في توصيل الرساله، هتبتدي توصل رساله علميه واكاديميه لازم يكون لها متطلبات وخلفيات اخرى يكتسبها ان شاء الله. دكتورة، هل يمكن أن نتصور محيط للعمل أشمل وأكثر في الجانب التربوي؟ يمكن بنشوف في مدارسنا وفي كلياتنا الجانب الخاص بالمسرح وهذا الكيان الإبداعي اللي بيزيد كل يوم إضافة للطلاب كأنشطة مختلفة. هل نتصور في يوم من الأيام أن يصبح هناك قسم للإذاعة والتلفزيون يدرس داخل مدارسنا وداخل كلياتنا، وهنا يفتح مجال كبير جدا للعمل في الجانب التدريبي والجانب التربوي لأبنائنا الطلاب؟ هو طبعا يعني انا احب بس اضيف انه حاليا في مجموعه من اقسام كليات التربيه النوعيه فيها قسم الاعلام التربوي. قسم الاعلام التربوي في هذه الكليات بيقوم بالتدريس داخل الـ يعني بيدرس لطلبته ازاي يكون معلم تربوي في البعد الاعلامي، ازاي يكون في صحافه مدرسيه واعيه، ازاي يكون في اذاعه مدرسيه قادرة على توصيل رسالة جيدة. وبالتالي هو بيعمل في شقين الحقيقة،
هو بيوصل وفي الوقت نفسه بيهيئ جيل انهم يصبحوا في يوم من الايام موصلين جيدين او اعلاميين جيدين. اقصد من هذا الجانب هو الجانب النشاط يا فندم، النشاط وممارسه النشاط الاعلامي في مدارسنا وفي جامعاتنا، ليس فقط تخصص في الدراسه ولكن هو نشاط يعلم ويدرس هنا يستقبل عدد كبير جدا من خريجي كليات الاعلام واقسام الاعلام في كليات مختلفه للعمل في هذا الجانب. هو النشاط عموما المدرسي طبعا انا يعني احيي حضرتك على اثاره هذه النقطه، لانه النشاط المدرسي بيستكمل جزء كبير جدا من شخصيه الطالب بحيث ان هو حتى يصبح عنده القدره على انتقاء المجال اللي هو اصلح ليه فيما بعد. ما بيبقاش الجامعه هدفها بس ان انا اروح مكتب التنسيق وزي ما مجموعي بيجيب لو عالي يبقى لازم ادخل كليات عمليه، لو مش عالي ادخل، يعني المساله دي النشاط المدرسي الحقيقه بيفصل فيها فصل كبير جدا منذ الصغر، وبيهيئ الطالب انه يكون عنده قدره على انه ينتقي مجاله بشخصيته مش بدافع درجاته العلمية. فطبعا نأمل أن يكون داخل مدارسنا هذا النشاط بنوع من التميز في كل المناحي مش بس الإعلامية فقط. الأستاذة دكتورة أدينا يحيى أستاذ مساعد بقسم الإعلام الإذاعة والتلفزيون بجامعة عين شمس، شرفنا بيك يا فندم. الشرف لينا، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وشرفتوا كلية الأداب وجامعة عين شمس. شكرا. ولسه معكم أعزائي المشاهدين ومع الدكتورة شيماء عز الدين مدرس بقسم علوم الاتصال والإعلام بجامعة عين شمس. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين، كل عام وأنتم بخير. حضرتك بالصحة والسلامة دكتورة شيماء. دكتورة شيماء اسمحي لي في البداية لما بنيجي نعرف قسم العلاقات العامة والإعلان بيبقى تعريفه حتى لعدد كبير من الطلاب مش عارف بالظبط هو بيتجه في أي اتجاه، اسمحي لي تعرفين هذا القسم وأهم اتجاهاته. الحقيقة احنا عندنا هنا شعبة العلاقات العامة والإعلان بتتخصص في كل ما يتعلق بالعلاقات العامة والدعاية والإعلان. بشكل بسيط جدا لما نشوف مثلا إعلان في التلفزيون أو بعض الحاجات الدعائية في بعض البرامج، هو ده الشغل بتاع العلاقات العامة والإعلان. بينقسم طبعا الشعبة دي بتنقسم لشقين، شق اللي هو بتاع العلاقات العامة، وده طبعا العلاقات العامة كاسم معروف جدا في أي شركة أو أي هيئة بيبقى فيها قسم كبير اسمه العلاقات العامة بيختص بكل ما يتعلق بالهيئة أو المؤسسة ديت في ان هو بيعمل شغل معين، بيظبط حاجات كتيره قوي قوي خاصه بالشركه، بيعمل علاقات عامه في بين العاملين والاداره، وفي نفس الوقت بيحاول يقوم الشركه ككل. ده بالنسبه للعلاقات العامه. بالنسبه للاعلان طبعا لا يخفى على احد ان الاعلان طبعا هو ده فن او صناعه بقت مشهوره جدا دلوقتي. بنشوف اي اعلان في التلفزيون، والاعلان ده بيتخصص في موضوعات كتيره منها مثلا او ليها وسائل كتيره زي الاعلان في التلفزيون، الاعلان في الراديو، الاعلان في الصحافه، اعلان الاوت دور، ودلوقتي الاعلان على السوشيال ميديا. فبالاختصار بسيط يعني ان كل الشعبة دي تتعلق بكل ما يتعلق بالدعاية والاعلان في العلاقات العامة في اي مؤسسة، سواء كان هيئة حكومية او هيئة خاصة غير هدف للربح او تهدف للربح. دكتورة اسمحي لي، يمكن الجانب الخاص بالعلاقات العامة بيبقى مفتوح للغاية، يمكن بنشوف عدد كبير جدا في شركات وفي مصانع وفي مؤسسات، حتى في التلفزيون، حتى في أي قناة من القنوات العلاقات العامة لها دور كبير جدا، ولكن اسمحي لي هذا الدور يعني بيكاد يكون محدود للغاية عند الممارسة، الباقي يمارسه فقط على انه بيحضر لندوة، بيحضر لمؤتمر، بيجيب ضيف من الخارج، بيتابعوا الوصول والخروجه. عاوزين نتعرف على دور العلاقات العامة بشكل محدد بيخدم الميديا او خارج من كنف كلية الاعلام او عفوا قسم الاعلام بكلية الاداب. طبعا هو في اشكاليه دلوقتي بالنسبه للعلاقات العامه زي ما حضرتك قلت، ان بعض الناس تعتبرها ان هو نور نور عليه ان هو مهنه حد ملوش مهنه. للاسف هي طبعا العلاقات العامه فن كبير وعلم كبير جدا زي ما حضرتك قلت. طبعا ان ناس تفتكر ان هي مجرد بس تحضير الندوه او ان انا اعمل اعلان لحاجه معينه في المؤسسه او الهيئه، الموضوع اكبر من كده بكتير. يعني زي ما قلت لحضرتك نجاح المؤسسه بيعتمد اساسا على نجاح العلاقات العامه، لان هي الاساس بتاع اي شركه اللي بيقوم عليه كل العلاقات داخل المؤسسة.
المؤسسة، وهي بتبقى حلقة الربط أو الوصل ما بين المؤسسات المختلفة، بين المؤسسات المختلفة وبعضها البعض، وبين كمان المؤسسات داخليا سواء على مستوى العاملين داخليا أو على مستوى العاملين خارجيا. فطبعا كل دوت بيأثر بشكل كبير، ومحتاجين إن احنا نعيد النظر في مفهوم العلاقات العامة ما يكونش بالشكل دوت. ده بالنسبة للعلاقات العامة. احنا هنا في القسم عندنا بنحاول ندي مناهج علمية عملية بتفهم الطالب كويس، يعني علاقات عامة بالتطبيق العملي. ممكن ننزلهم تدريب عملي في الصيف في مؤسسات ليها علاقة بالعلاقات العامة، يقدروا يشوفوا التطبيق العملي عليها ويطبقوا اللي خدوه نظري بشكل عملي. ده عشان نقدر نعمل حلقة وصل ما بين اللي بياخدوه بشكل عملي واللي بياخدوه بشكل نظري، او يعني الاثنين مع بعض، عشان نقدر نطور مجال العلاقات العامة ما يبقاش فيه مشاكل زي ما احنا شايفينها دلوقتي. اما بالنسبة للإعلان، انا عايز اتكلم عنه شوية، لان هو الحقيقة فيه مشاكل كبيرة جدا. مهما كان الإعلان هادف للربح، فهو في النهاية لازم يقدم قيمة. لاني انا مش مهم ادفع فلوس، ممكن ادفع فلوس، بس انا ليه لازمتي ادفع فلوس واكسب وفي الاخر اسبب للاسف لفظ معين بسبب اعلان سمعته والشباب بدات يرددوه معاهم في الاعلان دوت. ممكن اعلن عن المنتج بتاعي بس بشكل غير اخلاقي، يبقى انا كده استفدت ايه؟ طيب بتفتح قضيه، يعني احنا محتاجين ان احنا نفتحها فعلا، ان اغلب ما نشاهده حتى في رمضان في حملات اعلانيه كبيره جدا بنلاقي كلام مسف للغايه واشارات تخرج عن يعني بتدخلنا او تخدش الحياه بشكل مباشر. للاسف دي مشكله يا فندم ان احنا بنواجهها في الاعلان. ولذلك في علم كبير اسمه اخلاقيات الاعلان، ان احنا ازاي نعلم الطالب يبقى عنده اخلاقيات، ما يقولش لفظ خارج، ما يعملش اي اشارات في الاعلان او بحقيقات معينه، عشان هدفي ان انا اضحك الناس لمجرد الضحك، او ان انا اسخر من حد معين عشان اكسب او اثير اهتمامه. بالظبط، انا ممكن اثير اهتمامه بكل ادب وكل احترام. وبنشوف كمان يا فندم في الاعلانات الاجنبيه بيعملوا اعلانات قمه في الروعه، وبيعملوا اعلانات عن منتجات وفي نفس الوقت بيوصل قيمه اجتماعيه، يبقى هو كده كسب الجمهور ان هو علمه حاجة مفيدة، وفي نفس الوقت ان هو خلاه يبقى محترم، وفي نفس الوقت ما يقولش حاجة خارجة عشان مجرد انا اكسب وخلاص. عايز اقول برضو حاجة مهمة، يمكن زي اعلان كده اسمحي لي، زي اعلان عن نوع معين من العربيات، صاحب العربية راح يشتري طعام لعدد من الصايمين في رمضان، وراح لبيت من البيوت وقدمه، وهو ماشي العربية او الكاميرا جابت نوع العربية اللي جت توصل الطعام. تمام، يعني هذا الرابط يمكن بعيد عن فكر ناس كتير جدا، ولكن انا وصلت رساله وقلت في الاخر هذه العربيه كان ليها ايضا دور في توصيل هذا العمل الخيري. بالظبط يا فندم، هو الفكره كلها ان حتى احنا عندنا في مشاريع التخرج بتاعه الطلبه في الاول خلاص لما يجي نقعد معاهم ونبدا نختار الفكره، دايما بنشوف الاتجاهات الحديثه في المجتمع، يعني المجتمع محتاج مننا ايه. ده بقى اللي هنقول عليه، ان لازم يكون لكل قسم او كل كليه ليها دور في خدمه المجتمع. فاحنا شايفين ان قسم العلاقات العامه والاعلان او الشعبه بتاعتنا هنا بنحاول نعمل مشاريع تخدم فعلا المجتمع، فبنحاول نقعد مع الطلبه وبنختار افكار، نشوف الافكار اللي فعلا تفيد المجتمع وممكن تتنفذ بالفعل. وفعلا حصل من سنه من السنين ان بعض الافكار خدوها بعض الهيئات الحكوميه وبداوا ينفذوها وكانت حلوه جدا. في نفس الوقت برضو احنا عندنا اتجاه حديث في التركيز على الحملات الاعلاميه اللي هي بتناول قضايا مجتمعيه محتاجينها دلوقتي، خصوصا بعد 2011، زي التدخين، زي مثلا مكافحة الفساد، أي موضوعات اجتماعية احنا فعلا محتاجينها في المجتمع دلوقتي. فده اللي بنلعب عليه مع الطلبة، ان احنا نحاول نعمل أفكار تكون مفيدة ليهم أولا ويعملوا حاجة مفيدة للمجتمع ثانيا، عشان نقدر نقول ان فعلا تعبنا ده ما راحش هدر وعملنا أي كلام، لا احنا بنعمل حاجة تخدم المجتمع ككل. دكتورة رشا اسمحيلي، انا عاوز اسال حضرتك سؤالين. السؤال الاولاني خاص ب هل السوق وهل اصحاب ادارات وشركات ومنتجين لسلع معينه ومروجين لخدمات مختلفه، هل هم على درايه بعلم الاعلان وما يحمله من قيمه؟ هل هو قادر على ان يفهم ما يقدمه مصمم لإعلان أو مخرج لإعلان بشكل معين بحيث أنه يضيف جديد؟ هل فعلا في مجتمعاتنا المصرية أو في مجتمعنا المصري بالتحديد أو في وسط رجال الأعمال المصريين من يفهم هذا الجانب؟ الحقيقه يا فندم، برغم المشاكل اللي احنا بنشوفها في بعض الاعلانات وللاسف ان بعض الاعلانات مش كويسه، لكن نقدر نقول برضو للحق يتقال ان في اعلانات دلوقتي وشركات عندها وعي جامد جدا بحته اللي احنا نعمل اعلان يكون مفيد. او هي اللي بتثقف، هي اللي بتثقف مش الجمهور، قبل ما تثقف الجمهور بتثقف صاحب المنتج او صاحب الخدمه او المعلن او المنتج. ده حقيقه يا فندم. وفي نفس الوقت حضرتك مثلا شوف اعلانات رمضان دلوقتي، بعضها مش
يعني على المستوى، لكن البعض الاخر نقدر نقول ان هو فعلا بدا يقدم قيم معينه خاصه بيه، لمه العيله مثلا، او ان احنا الاصدقاء والاصحاب نبقى مع بعض زي اعلانات السنوات اللي فاتت كلها. فنقدر نقول ان الشركات دلوقتي بقى عندها وعي، حتى الجمهور نفسه بقى عنده وعي، بيقدر ينقد بنفسه ويشوف ايه اللي عاجبه في الاعلانات وينقده، حتى بينقد التصوير والاخراج، كلمات، بينقد كل حاجه. فده خلى الجمهور نفسه عنده وعي، فخلى اصحاب الشركات يعملوا حساب للجمهور ان ده ممكن فعلا يفيدهم، يخلي باله منه عشان لو هو عمل حاجه مش هتفيد الجمهور او مش هتعجب الجمهور هينتقدوه. ولذلك في التجاهد الحديث زي ما قلت حضرتك انه بقى فيه اخلاقيات للاعلان، يعملوا قيم معينه في اعلانات معينه، مش بس ان هو يقدم قيمه، لا بيقدمها قيمه بذكاء، بيربط بين المنتج دوت وقيمه معينه. احنا عاوزين نتكلم عن الرابط، لان في بعض الاعلانات بيغيب عنها الرابط، بتاخد القيمه وتنساها خالص ولا تربطها بالسلعه، لابد ان تربطها بالسلعه او بالخدمه المقدمه. بالظبط يا فندم، عشان تحقق استفاده مشتركه ما بين ان انا اكسب، ادفع فلوس وانا اكسب المنتج بتاعي، وفي نفس الوقت افيد الجمهور بالمنتج بتاعي، وفي نفس الوقت افيده بقيمه اجتماعيه معينه. فزي ما حضرتك قلت ان فعلا من الذكاء دلوقتي من الشركات كتيره جدا ان هي بدات تربط بين قيم اجتماعيه والمنتج بتاعها، وبتسوقه بشكل جميل جدا في صوره بقى اغنيه او حديث مباشر او دراما او سيمي دراما على حسب الموضوع نفسه، بس تبقى فعلا جميله جدا، لان هو عارفين قد ايه الموضوع دي مهمه في الوقت الراهن، خصوصا بعد ان في مشاكل في المجتمع المصري محتاجين نعالجها، وما زال ده دور الاعلام ودور الاعلان بالتحديد، احنا نعمل حملات اعلاميه واعلانيه تقدر تفيد المجتمع وتعالج مشاكله. فطبعا ده مهم جدا، وانا اتوقع ان شاء الله الاتجاه الحديث او الاتجاه اللي جاي خلال السنوات المقبله ان شاء الله ان يبقى فيه اكتر من كده وافضل من كده، عشان نقدر ان احنا نشوف ايه اللي محتاجه المجتمع ونقدر ان احنا ننفذه على طول. عاوزين نرجع للاعلانات اللي بتخدش الحياه، وعاوزين نقول احنا عاوزين نحط ستوب، لا تتحرك، انت مسؤول، انت متهم. اسمحي لي، يمكن في عدد من الناس بنلاقيه مره واحده رفع قضيه على اعلان معين او شركه معينه خدشت حياته وبيكسب هذه القضيه، لكن الاثر الفعلي ليه اسلوب رادع يمكن ويثير لبعض الشركات، البعض يقول والله انا هاخدها كدعايه، لان مجرد رفع قضيه عليا وفي الاخر التصالح معناها اني انا اتشهرت اكتر وان الاعلان ده جاب نتيجه اكتر. اسمحي لي، ازاي نقدر نواجه الاعلانات الخاطئه اللي بتخدش الحياه، بتقل القيمة؟ هل ده دور الهيئة القادمة بمشيئة الله، هيئة الإعلام القومية اللي مفروض هتتابع الجانب الإعلاني، ولا هناك جهات معينة مسؤولة عن هذه المراقبة؟ هو فندم طبعا زي ما قلنا لحضرتك ان في مشكله كبيره في الموضوعات في الاعلانات الخاصه ببعض الشركات، لكن انا اقدر اقوله ان كل واحد فينا ليه دور، سواء كان على مستوى الجامعه او على مستوى الهيئات الحكوميه المختصه بذلك الموضوع. يعني مثلا على مستوى الجامعه، احنا مثلا في ابحاثنا لازم نعمل حاجات او ابحاث تطور الحته دي بالذات او الجزئيه دي بالذات، عشان نقدر نوقف ونطلع مقترحات معينه توقف الاعلانات السيئه ديت، عشان ما تنتشرش اكتر من كده في المجتمع المصري. حتى الجمهور نفسه عليه مسؤوليه وليه دور ان هو يرفض الالفاظ ديت، يرفض الاعلانات ديت، علشان ما يبقاش ان هو لو لقى قبول، لو الشركه لقت قبول من الجمهور على هذه النوعيه من الاعلانات، للاسف الشركه هتستمر فيها. فكل واحد انا شايفه ان هو ليه دور، سواء على مستوى الدكاتره او الابحاث اللي بتتعمل، او على مستوى الهيئات الحكوميه او الهيئات المختصه بالاعلام والاعلان، وعلى مستوى الجمهور نفسه لازم كل واحد فينا يبقى عنده مسؤوليه اجتماعيه في ان هو يكون ليه وقفه ودور. وده بشوفه اكتر في الجمهور نفسه، ان دلوقتي زي ما حضرتك عارف السوشيال ميديا بقت منتشره جدا، وكل واحد يقدر يقول رايه بكل سهوله بكل وضوح، فبقى يعملوا هاشتاجات ويعملوا حاجات نقد اعلانات معينه. فاظن ان النقد دوت بيوصل للقائم بالاتصال في الاعلانات بتاعت الشركات ديت، فاظن ان الشركه بتعمل 1000 حساب لاي جمهور. حتى لو تلاحظ حضرتك ان في بعض الاعلانات دلوقتي حاليا في رمضان عامله جدل وعملت يعني مشاكل في بعض الالفاظ، بدات الناس تتكلم عنها وبعض النقاد يتكلموا عنها. ده دليل على ايه؟ دليل ان في وعي بقى في المجتمع المصري ان احنا نبقى افضل، وان احنا مش هنرضى باي حاجه بعد كده. احنا ممكن نرضى من باب ان احنا نضحك او نهزر، لكن احنا لازم نضحك ونهزر باخلاقيات الاعلام. ما ينفعش ان احنا نقول هعمل حاجه معينه الحاجه دي هتضحك الناس وهتفرحهم وفي الاخر ما كسبتش اي قيمه. فانا شايفه ان كل واحد فينا ليه دور وفي ليه مسؤوليه، وكل واحد يبقى عارف بس دوره ازاي، وانا واثقه ان شاء الله هنبقى احسن من كده، لان انا شايفه ان في تطور جامد حصل في السنوات الاخيره. عاوزين نقول ان المجتمع ليه دور زي ما حضرتك قلتي، وعاوزين يبقى في كيانات متابعه للاعلانات الموجوده في السوق المصري، يعني تقف بالرصد وبالمرصاد على طول لهذه الاعلانات وتوئدها من مكانها، او من يعني قبل حتى ما تخرج لابد ان تاخذ هذه الاعلانات موافقه بالعرض. دكتوره شيماء، اسمحي لي، هناك تساؤلات كثيره، يمكن الجانب الخاص باقامه مهرجانات خاصه باعمال مشروعات للطلبه والطالبات، هناك اصوات تنادي بان تكون هذه المهرجانات على مستوى الكليات كلها في جامعات مصر، وأن يكون هناك جانب إبداعي كبير يتسابق فيه كل طلابنا في أقسام مختلفة، وخصوصا كليات الإعلام وأقسام الإعلام على مستوى الجمهورية. ماذا عن هذا الطلب؟
اكيد يا فندم ده طلب مهم جدا، وهو بالفعل الحمد لله موجود، ان دلوقتي بقى بيجي لنا اساتذه متخصصين على المستوى الاكاديمي وعلى المستوى العملي في الاذاعه والتلفزيون وفي الصحف وفي وكالات الاعلان، بيبداوا يقيموا مشاريع التخرج وبيشوفوها، وبالحمد لله رب العالمين بينبهروا بيها وبالمستوى بتاع الطلبه، لان فعلا انا بلاحظ ان كل سنه بتبقى احسن من السنه اللي قبليها في الانتاج وفي المستوى ككل. فانا شايفه ان ده بالفعل موجود، بس هو يتوقف بس ان ينقص حته التسويق لبعض المشاريع، وخاصه مش على مستوى الجامعه بس، على مستوى فعلا زي ما قلت حضرتك على مستوى الهيئات كلها، ان على مستوى مصر وجامعات مصر كلها. دي حقيقه يا فندم، وزي ما قبل كده الدكتور دينا قالت ان في بعض المشاريع بتتسوق وبتبقى في مهرجانات على مستوى جامعات مصر كلها بتاعه كليات الاعلام والاقسام الاعلام المختلفه، عشان نقدر نعرض فيها مشاريع التخرج، وفي تنافس شريف ما بين الطلبه على مستوى مصر كلها، ولكن دوت فعلا موجود ومحتاج هو يتفعل اكتر وفي تسويق اكتر وبشكل ناجح ان شاء الله. ان شاء الله. دكتوره شيماء عز الدين، مدرس بقسم علوم الاتصال والاعلام بكليه الاداب جامعه عين شمس، شرفنا يا فندم بلقائك ومزيد من التوفيق. شكرا يا فندم، انا شرفت، والتوفيق ليكم ونورتونا في الجامعه، وكل سنه وحضراتكم طيبين. شكرا. ما زلنا معكم أعزائي المشاهدين ومع الإعلام، ويمكن جامعة عين شمس بقسمها في كلية الآداب بتقدم رؤى جديدة لشكل جديد للميديا والإعلام في مصر. بيسعدنا أعزائي المشاهدين أن يكون معنا الأستاذة دكتورة مروة الحمامصي، مدرس مساعد بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس. أهلا وسهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. دكتورة، بداية بنتكلم على الجامعة ووجود قسم للإعلام داخل الجامعة، ويمكن الأمال معقودة أن يخرج هذا القسم بكلية كاملة إن شاء الله، ده يحصل. عاوزين نتكلم على الكلية وما تحوي من أقسام، نعرف هذه الأقسام مرور الكرام، ثم نتجه إلى التخصص الخاص بحضرتك. ماذا تقولي عن باقي الأقسام؟ احنا الكلية عندنا بتنقسم لثلاث اقسام، قسم صحافة، قسم اذاعة وتلفزيون، وقسم العلاقات العامة والاعلان. الطالب عندنا اول سنة وتاني سنة بيدرس صحافة فقط. الحقيقة الصحافة احنا بنعتبرها واحنا اتعلمنا كده ان هي اساس الاعلام الناجح، كل مجالات الاعلام اساسها صحفي ناجح، صاحبة الجلالة. طبعا طبعا. فيعني اللي بيتأسس صحافة اول سنتين بيقدر بعد كده يكون مذيع، ممكن يكون مسؤول علاقات عامة، ممكن يكون مصمم اعلانات، ممكن يكون اي حاجة في الدنيا، لان اللي بيتعلمه في فنون الصحافة بيأهله لكل ده. بيبدأ الطالب يتخصص من سنة تالتة وسنة رابعة في التخصص اللي هو بيميل اليه، سواء بقى اذاعة تلفزيون او علاقات عامة او قسم صحافة. يبقى في الصحافة حسب ارادته للمواصلة والمزيد. الثلاث تخصصات كلها حسب ارادته، يعني حسب ارادته. هل هناك انتخاب واختيار ما بين الأقسام بينهم من بعض، مفاضلة ما بين الدرجات اللي حققها الطالب في قسم معين، ولا الطلبة بيتوزعوا يعني ويختاروا بشكل متوازن؟ لأن ممكن أول نلاقي طلبة بتتجه إلى إذاعة وتلفزيون، ممكن إلى الصحافة، في قسم ممكن يكون أكثر في الرغبة في قسم أقل، هل هناك تقسيم لهذه الأقسام حسب درجات؟ الحقيقة هو قسم الإذاعة والتلفزيون بيكون الطالب يعني مقبل عليه أكتر، فبنلاقي ممكن يكون مثلا عدد الطلاب هيبدأ يبقى فيه خلل في التوزيع، يمكن قسم الإذاعة والتلفزيون فقط اللي بيتحط له بعض الشروط الخاصة بالمواد اللي ليها علاقة بالإذاعة والتلفزيون ويكون درسها في سنة تانية. ده يخلينا نسأل سؤال يمكن يرتبط بهذا السؤال السابق الخاص بالعلاقات العامة والإعلان، ويمكن عدم الرغبة بالكسرة داخل القسم واتجاههم إلى الإذاعة والتلفزيون فقط، يعني أن هذا القسم وغيره من الأقسام غير يعني معلن عنه أو غير مسوق لي. القسم الخاص بالعلاقات العامة والإعلان ماذا عن تسويقه داخل الجامعة، ويمكن حتى للطلبة في الخارج أثناء اختيارهم ورغباتهم للكليات اللي هم عاوزين يلتحقوا بيها؟ لا، هو طبعا يعني بداية القسم العلاقات العامة برضو بيكون عليه إقبال كبير، بس هو يعني يمكن معظم الطلبة بيكون في دماغهم إعلامي يعني تلفزيون، يعني بيبقى واخدهم ده بس شوية، لكن قسم العلاقات العامة طبعا عليه إقبال كبير. نتيجة التسويق مهمة يا دكتور.
طبعا احنا من سنه اولى ومن سنه تانية بنبدا نكلم الطلبه على كل التخصصات، بنقول لهم ايه ميزه كل تخصص، ايه القدرات اللي ممكن تكون كل واحد جوه كل واحد فيهم تاهلهم للقسم المناسب. الحقيقه احنا كمان قسم العلاقات العامه والاعلان عندنا بيشتغل كتير جدا في الكليه وبيسوق عن نفسه، فحضرتك بتلاقي دايما في الكوريدورز حملات معمولة عن التدخين، عن الجامعة، عن تسويق أي فكرة اجتماعية أو قضية اجتماعية قسم العلاقات العامة والإعلام بيعملها وبتنتشر في الكلية، وبيبقى معروف أن قسم العلاقات العامة هو اللي عاملها. فالطالب من سنة أولى ومن سنة تانية بيشوف زمايله اللي في تالتة ورابعة عاملين شغل حلو وعاملين حملات وعاملين بوسترز محطوطة، فبيبدأ طبعا يميل لقسم العلاقات العامة برضه. دكتورة، يمكن بنقول الشباب بيفهم قوي وعارف يعني ايه سوق العمل وعارف يعني ايه الفرص المتاحة، ويمكن من هذا المنطلق بيبدأ يختار تخصصه وهو في الكلية. قسم العلاقات العامة والإعلان قسم أكثر طلب في السوق المصري، خصوصا أنه هو مرتبط، يمكن لو اتكلمنا على الإعلان مرتبط بميديا الإعلان والجديد والحديث فيها، ويمكن عدد كبير جدا من شركات بتصدر، عدد كبير من الكيانات بتبقى شباب أصحاب هم اللي بدأوها في السوق المصري. قولي لي حضرتك ماذا عن هذا القسم وماذا عن طلبه الفعل في السوق المصري ومعرفة الطلاب هذا القسم بأهميته؟ الحقيقة يعني احنا اهم حاجه بنقولها لطالب بالعلاقات العامه والاعلان ان نجاح اي كيان في الدنيا سواء كان كيان حكومي او كيان خاص هو نجاح قسم العلاقات العامه والاعلان، لان الايمج للكيان دي هي العلاقات العامه. يعني انا ازاي بخلق فكره او بخلق صوره عند اي حد، عند اللي بره الكيان ده او اللي جواه، عن المؤسسه اللي انا فيها. فنجاح الكيان ده، نجاح المؤسسه دي، هو المجهود اللي بيعمله مسؤول العلاقات العامه والاعلان. شفنا قد ايه قسم الاعلام بجامعه عين شمس يهتم كثيرا بهذه الاتصالات المختلفه بينها وبين العالم الخارجي سواء في مصر او في خارج مصر، والهدف دائما هو منتج قوي من ابنائنا الطلاب ينافس ويقدم احسن وافضل ما عنده في سوق العمل. بشكركم اعزائي المشاهدين، واتمنى لكل من يشاهدونا من شبابنا شباب الجامعات المصريه وعدد كبير من مواطنينا في كل مكان مزيد من السعاده ومزيد من الامل.